السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا عبرتوا يوم شباب. اليوم كما وعدناكم ان شاء الله جينا نديروا لكم فيديو على طالب الفيزا نتاع امريكا وكندا من الجزائر. في انتظار الاسئله والاستفسارات في لي كومونتير من تحت، ان شاء الله نقدروا نقدموا لكم الشرح الكافي لطلب التاشيره، وخاصه كندا وامريكا ناس بزاف تحب تدفع لا دوموند فيزا مي تخوفوا شويه، ومام طوم ما كانش المعلومات بزاف عليهم. اليوم حبيت نقدم لكم شويه معلومات ولا شويه شروحات على الطريقه اللي تكون بها. اولا نبداو بطلب فيزا تاع امريكا. بالطبع طلب التاشيره هنا رانا نقصدوا السياحيه فقط، بخلاف الطلبات الاخرى خصصوا لها ان شاء الله لايف خلاف ولا. بالنسبه لامريكا الاخوه الافاضل، امريكا الخطوه الاولى هي تعمر فورميلار يسميوها DS 160. هذا الفورميلار تعمر فيها تحط فيها المعلومات نتاعك كامل، يعني شحال تخلص، المعلومات نتاع الوالد والوالدة، نميرو دو باسبور، ريزيرفاسيون، المعلومات نتاع اذا كانت عندك اني بيرجمون من امريكا تحط المعلومات نتاع الانسان اللي بعث لك، اذا كانت عند داير بحجز فندقي تحط المعلومات نتاع الفندق اللي راك حاجز فيه. المهم تعمر الاستماره ان شاء الله، من بعد ندير لكم فيديو عن طريقه ملء الاستماره. وايضا على الطريقه باش تحجز الموعد الامريكا. هذا بالنسبه للاستماره. الاستماره كي تجي تبدا تعمر فيها يعطيك واحد الريفيرنس، سامحني برك، واحد الريفيرنس يجي هكذا، هذاك AA09LVP، هذاك لازم تسوف كارديه مليح باسكو من بعد تكومبليتي الاستماره نتاعك بيه. يعني هذا الرمز اللي وريته لكم، وايضا لا دات دو نيسونس، وواحد الرقم السري هو اللي من بعد تكمل به الاستماره نتاعك. يعني جد مهمين هادو الاثنين. انت الخطوه الاولى هي غير بدا الاستماره نتاعك وخليها ما تكملش تعمرها. هذاك الريفيرنس اللي وريته لكم هنا، نعاودو من جديد، هذا الريفيرنس تروح تاني الموقع خلاف، كما قلت لكم بعد نشرح لكم الموقع، موقع خلاف باش تحجز الموعد. اول حاجه تروح تنسكري دير حساب ليك بالايميل نتاعك ايميل نتاعك، وتحط هذا الرمز هذا تحطو باللي الرمز هذا هو الاستماره نتاعك، وتحط المعلومات نتاع جواز السفر والمعلومات الاسم واللقب والادراس نتاعك. بعد ما تعمرهم يعطيوك ورقه تروح تخلص بها في ارامكس. هذه راها شركه للشحن، المهم ما نعرفش العلاقه درك بيناتهم وبين امريكا. ليسونسيال تروح هذه الشركه في واد السمار تروح تخلص 19,136,000. بعد ما تخلص لي فري هادوك بعد 24 ساعه يدخل الكونت نتاعك باللي راك خلصت لي فري نتاع رونديفو. تقدر تحكم رونديفو، بعد تدخل رونديفو يعطيوك لي رونديفو اللي فالابل. بالنسبه للمواعيد فقط نعطيك ملاحظه، المواعيد راهم يفتحوهم الصباح،
يعني مثلا اذا دخلتي نتاع 12 نتاع نقولوا دخلتي على 3 نتاع العشيه قدر ما تلقاش المواعيد وقدر تلقاه من بعد، يعني كل واحد على حسب الرونديفو. اذا حب انت في موعد يكون شويه قريب ولا لازم تدخل الصباح بكري، جي 6 7 8 سا دي بو ليسونسييل على حسب هذا بالنسبه للمواعيد. تحكم الموعد نتاعك، تكمل الاستماره تعمرها، ولازم تكون عندك ان فوتو 5 سور 5 باش تكمل الاستماره. المهم الاستماره تحط فيها كل حاجه، وين موالف تخرج، اذا موالف تخرج، المهم معلومات كامله راها الاستماره تلقاها. بعد ما تعمر الاستماره تكونفيرمي الرونديفو نتاعك، بيان سور الاستماره راك تعمرها لازمك لا ريزرفاسيون دوتيل، لازم دير ريزرفاسيون دوتيل. هادو هما الخطوات كامل بالنسبه للملف. نهار جيت تدفع، هو الملف ما راكش رايح تدفعه بالنسبه لامريكا، راه كل حاجه متعلق بالانترفيو تما مع لاجون كونسيلار. يعني تهز نتايا دير الفورميلار نتاعك، تدي معاك لو رونديفو، وتدي معاك تاني بطاقه التعريف الوطنيه تديها معاك، تدي معاك بيان سور باسبور، تدي معاك الورقه اللي خلصت بها في ارامكس. هادو راه اثباتات برك، يعني راه كلش عندهم في السيستم، هادو ديهم اثباتات معاك برك. لا بالنسبه لبطاقه التعريف الوطنيه راها لازم، باسكو راك تدفعها كي تجي داخل، وكي تخرج ساعه تعاود تريكيبيريها. والباسبور بيان سور لازم، والاستماره دي 160 لازم. هادو بالنسبه لشي اللي تدي معاك، وتدي معاك الملف على حساب الحاله نتاعك وعلى حساب واش هضرت في الفورميلار. يعني في الفورميلار اذا درتي راك تخدم سالاري، تدي الاثباتات نتاع الخدمه نتاعك، لا ديستاسيو ترى شهاده العمل، كشف الراتب نتاع ثلاث شهور الاخرين، هما الفيش دو باي تاع الدرني 3 موا. تدي معاك تخرج لا ديستاسيو دافيلياسيون نتاع لاكناس، تدي معاك ليستوريك تاني كونت بونكار اللي راك تخلص به، ولا تدير تاني ليستوريك ولا كونت دوفيز على حساب باري. مثلا في الاستماره راك تحط شحال راك رايح تصرف في امريكا، اذا رايح دير تصرف 2500 اورو في الكونت دوفيز، دي معاك 2500 اورو، يعني الاثبات نتاع 2500 اورو. اذا داير في الفورميلار راك مزوج، لازم تدي ان فيش فاميليا ولا ليفريت فامي ولا حاجه. هادو الوثائق ما راهمش، ما راكش راح تبريزونطيهم ولا تدفعهم، باسكو راك راح تفوت في انترفيو مع لاجون كونسيلر. لاجون كونسيلر واش تعطيه؟ تعطيه الباسبور نتاعك وفقط. يعني دي 160 راك تدفعها قبل، يعني كي تدخل يطلبوا منكم تعمروا، راهم اللي يخدموا تما راهم دي زالجيريا، هضر معاك بالعربيه ولا بالفرنسي ولا بالانجلي كيما تحب انت، ولا حتى بالامازيغيه. يطلبوا منك تحط زوج ارقام تاع الهواتف في الدي 160، تكتبهم بالستيلو وتكتب السالار تاعك ثاني بالستيلو. ليسونسيال تفوت تدير تاع البصمات نتاعك، وتفوت تسنى الدور نتاعك في الانترفيو. انترفيو هي اللي تحدد كل حاجه. تفوت انترفيو، ترى عند لاجون كونسيلار يسقسيك اسكو تهدر عربيه ولا فرنسي ولا انجلي، تديسيدي واش تهدر. اذا عربيه يجيب لك مترجم من لي زالجيريا اللي يخدموا تما، اذا فرنسي ولا انجلي راه يهدر معاك. وملاحظه برك بالنسبه للغه، يعني ما تسمعوش واش تهدر في اليوتيوب ولا يقول لك تهدر بالعربيه ما يمدلكش، ولا تهدر بالانجلي راها مليحه، ولا تهدر بالفرنسي راها مليحه. اللغه لا دخل لها، يعني كل حاجه واش هدرت، واش عمرت في الدي 160، واش تبريزونتي لهم تما، تاع لا بريزونطاسيون تاعك تما. هذا هو الشيء المهم بالنسبه لحاجه تخلف اللغه، ما راهيش مهمه. ديجا مثلا يقول لك اون انجلي تهضر اون انجلي مليح، قادر تولي تهضر معاه اون انجلي تما، يتوسوس منك يقول لك هذا مادام يهضر لا لونغ هذا راه معول يروح يخدم تما. ما تركبش، يعني اللغه ما راهيش حاجه مهمه خلاص، ولا تهضر بالعربيه ممكن ما تهمش الامور هذه خلاص. يعني كاين ناس هضروا العربيه وداو الفيزا، وكاين اللي هضروا بالانجلي وخارجين ودايرين كلش وما داوش فيزا.
الامر هذا لا مهم، ما مش مهم خلاص، لا علينا. تعطيه الباسبور نتاعك لاجون كونس، بعد ما ديسيدي واش تهضر لا لونغ تعطيه الباسبور نتاعك، تعطيه الباسبور نتاعك واش باسبور وخلاص. كي تعطيه الباسبور لاجون كونسيلار يسقسيك، ويعني ما تجبد حتى ورقه بلا ما يدومونديها هو منك، تعطيه الباسبور يبدا يسقسي فيك. ديجا الحاجه الاولى راه يفتح لي الباسبور وراه البروفيل نتاعك كاع واش هضرت راه في راه قدامو. عندكم حاجه برك اتونسيون اتونسيون، تكتبوا في الفورميلار مش مليحه، يعني حتى واذا ما عطاكش الفيزا الخطره هذه، الخطره الجاي ممكن تعاود دير لا دوموند. ديجا كي نتا يلقاوك راك تكذب عليهم مثلا في الطالب الاول عمرتي حاجه وفي الطالب الثاني حاجه، ديجا امبوسيبل راح تدي الفيزا هذه. لا علينا، ليسونسيال البروفيل نتاعو راه قدامو في السيستم ولا في الميكرو نتاعو، يبدا يسقسي فيك. هو السؤال الاول ويعني حاجه اللي سوري يسقسيك عليها، يقول لك واش هو غرض السفر لامريكا، انت اوتوماتيكمون تعاود تقول له راني سياحه. والسؤال الثاني اللي هو السؤال هذا اللي ما عندوش جواب، يقول لك علاش خيرت امريكا. برك خيرت علاش خيرت امريكا، هنا الجواب نتاعو راه يختلف من كل انسان لانسان. مثلا واحد يبغي يتبع الام بي اي، الام بي اي كره السله ولا، يكون الجواب ديالو في الدومين تاع كره السله. اذا كنت انسان تبحث، ما على باليش انا عندك تبحث في الثقافة والتاريخ وكذا، يكون السؤال في الأمر هذا. إذا يعني كل واحد والاهتمام نتاعو يكون الجواب نتاعو. ممكن يسقسيك الثاني وين راك رايح في أمريكا وعلاش خيرت هذه البلاصة، يسقسيك على حساب الأجوبة، الأسئلة نتاعو راح تكون على حساب الأجوبة نتاعك. مثلا تقول له أنت نيويورك، يقول لك علاش خيرت نيويورك. تقول له مثلا انا عارفش، انا تقول له انا حاب نزور متاحف في نيويورك، يسقسيك هو واش انت تهتميت في المتاحف، علاش انت تهتم بالمتاحف. اوتوماتيكمون انسان يهتم بالمتاحف راه انسان مهتم بالتاريخ ومهتم بالامور هذه. هذا كمثال برك، يعني نزيد نعطيك مثال. مثلا انت قال راني انسان انا نعشق الام بي اي كره السله، وانا تعجبني ما على باليش انا ما نعرفش النوادي تاع الام بي اي، ممكن لوس انجلوس جالاكسي ولا ليسونسيال. انت كي تقول له هو يبدا يخرج لك في الاسئله على حساب. مثلا قادر يسقسيك شحال من تيتر عندها لوس انجلوس في الام بي اي، واش دارت، واش اسئله. مش تقول له باي مثلا انا حاب نروح نتفرج في الام بي اي، وانت عندك الام بي اي من باي يلعب السمانه اللي راك دايرها ولا 10 ايام ولا ما نعرفش. يعني لازم تكون كل حاجه عندها سبه. من الافضل تكون في حوايج انت تفهمهم وانت تتبعهم صح، مش تكذب ومن بعد ما تلقاش لي ريبونس. بخلاف يسقسيك مثلا اذا كنت خارج، يسقسيك وين روحت، مثلا يسقسيك واش من مدينه زرت في البلاد هذيك، يسقسيك شحال المده ريحتي في البلاد هذيك، اذا عندك دي فيزا في الباسبور وما خرجتيش يقول لك وعلاش ما روحتيش. يعني اسئله مش اسئله صعب خلاص، باش تكون الصوره واضحه. الاسئله راهم اسئله في عاديين خلاص، واسئله على حساب واش درت عمرت في الفورميلار. والحاجه يعني اللي ما يكونش ما ديرش ستريس لروحك ولا حاجه، باسكو ما راه هادي روحها خلاص. تروح انترفيو انسان واقف قدامك ملهين وانت واقف منه وتهضر، يعني ما فيها حتى حاجه. قادر يحكي معاك 5 دقائق، قادر 3، قادر 10، صديبو يعني ما مش انترفيو يهضروا عليها، ما حاجه عاديه خلاص. بالنسبة إذا مثلا سقساك ثاني على الخدمة، يقول لك واش تخدم. بار اكزومبل تقول له أنا نخدم في شركة طا، يقول لك واش تخدم أنت، شغل. قادر يقول لك بار اكزومبل تقول له أنا نخدم ما على باليش ليسونسيال إي مهنة، قادر يسقسيك على المهنة نتاعك واش هي المهام نتاعك
في المهنة هذه. إذا مثلا سقساك على الخدمة تقول له نخدم بار اكزومبل الكتريسيان، نقول لك اعطيني لا ديستاسيون طرافاي اثبات نتاع المهنه، تقول له نخلص انا مثلا 5 ملايين يقول لك اعطيني فيش دو باي. هذه هي بالنسبه للملف، قادر دير دوموند فيزا من دون ملف، يعني ما يدومونديش عليك الملف خلاص، وقادر دير دوموند، قادر يسقسي، قادر صديقه، يعني الامور هذه ما يعني باش يقول لك واحد طلع دفع بلا ملف ما تجيش. واذا يقول لك ليسونسيال ليسونسيال دوسي، دير دوسي نتاعك وطلعت الدوسي نتاعك اللي ديره هو اللي راك معمر فيه في الفورميلار وصاي، دير انترفيو في سور بلاس يعطيك. اذا ممكن يقول لك مبروك عليك راك ديت الفيزا، يعطيك ورقه بيضاء. اذا قال لك للاسف ما نقدرش نعطيك فيزا، يعطيك ورقه صفراء، يرد لك الباسبور نتاعك، ويرد لك الوريقات اذا دوموندا حاجه منك يردها لك وصاي، جو السلام عليكم تخرج وصاي. واذا عطاك الفيزا راه يدي الباسبور يخليه عنده ويعطيك ورقه بيضاء وبالبركه عليك. هذه هي لا دوموند فيزا نتاع امريكا، سهله خلاص. بالنسبه لكندا، نروحوا لكندا، والخاوه اللي راهم يتفرجوا فينا اللي يحب يدير استفسار يقدر يسقسي. انا درك نجاوب على الاخت فريال عطوي. سلام خويا، كاين رونديفو فرنسا. وعليكم السلام الاخت، عندنا لي رونديفو فرنسا على وهران وعلى عنابه بركة، الجي ما عندناش. مولود ياسين، هل يوجد ملف ممتاز الاخ؟ ما نخدموش حنا الملفات، حنا كي تولي انت خدام نديرو لك لو تريتمون. هذا ما كان تاشيره من اجل دراسه في كندا او بلجيكا. الاخ حسام للاسف ما عندناش لا تريتمون لا والو بالنسبه للفيزا ديتود. جمال كسير، معلومة مفيدة، ما نعرفش إذا راك تهدر على واش قلت ولا. نروح بالنسبة لكندا، لا دوموند تاع فيزا. شكرا للأخ جمال، بارك الله فيك، إذا عندك أي استفسار تقدر تسقسي. نروح بالنسبة لكندا، كندا العكس نتاع أمريكا. كندا ديجا ما عندهاش قسم قنصلي هنا في الجزائر، يعني أي إنسان يعطيوه الفيزا راح تكون مستخرجة في باريس في فرنسا، لا علينا. بالنسبة لكندا، كندا أول حاجة راك تدفع بلا رونديفو، تدفع في السنتر فيا فاس جلوبال في ديبوسي في ألجي، لا رونديفو لا والو، توجد دوسي نتاعك طلع تدفع. كندا شوية معقدة على أمريكا، أمريكا بالنسبة لكندا راهي سهلة، حتى في المنح نتاع الفيزا نظن أمريكا سهلة على كندا. كندا الحاجة الأولى عندك تروا فورميلار تعمرها، الاستمارة الأولى تعمرها بالمعلومات نتاعك واش تخدم، المعلومات الباسبور كل حاجة معلو تراها باش يكون في عالم كمبرك. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الأيامات الجايين إن شاء الله الأيامات الجايين نديرو لكم فيديو نشرحو فيه كيفاش تعمروا الفورميلار نتاع كندا والفورميلار نتاع أمريكا. تاني والرونديفو نتاع امريكا لا غالب الوقت برك ما عندناش، وباش نسجلوا فيديو لازم شويه وقت، لا علينا ان شاء الله نشرحه لكم. الاخ بيلي دروفورد، تاشيره امريكا الله يحفظك. بالنسبه لتاشيره امريكا رانا ديجا هضرت عليها، الاخ كاش ما عندك سؤال تفضل، راني ان شاء الله الفيديو هذا رانا نخليه مقاردي تقدر تعاود تفرجه وتشوف. بالنسبه لكندا كما قلت لكم تعمروا، كانت ثلاث استمارات تعمروها، تعمرهم بالإنجليزية ولا بالفرنسية. الاستمارات هادو راهم موجودين، بعد تاني نعطوهم لكم في نديروهم في منشور إن شاء الله. الاستمارات هادو راهم يتعمروا بال يعني تعمروا في الكمبيوتر بيان سور. الأخ تأشيرة سياحية سقسي برك وحنا نجاوبك، تعمروا في الكمبيوتر في برنامج أدوب اكروبات، لازم يكون اخر نسخة، تفتحها في الفورميلار، تفتحها في البرنامج وتحط المعلومات نتاعك، ومن بعد في الاخير تكونفيرمي المعلومات يخرج ان كود بار. يعني الاستمارة الاولى راها فيها خمس صفحات بالكود بار، و
واش لازم الاخ اعطيني الحاله نتاعك، اسكو خدام ايتيديو سالاري درك على حساب على حساب الحاله نتاعك. بالنسبه كما قلت لكم بالنسبه لكندا تعمروا الاستمارات ب ب ب برنامج ادوب اكروبات في الميكرو وتوجدوا الدوسي ديالكم. الدوسي تاعكم واش هو بالنسبه لي سالاري شهاده تعامل كشف الراتب الاخر 3 اشهر لا ديستاسيون تاع لاكناس شهاده الانتساب للضمان الاجتماعي تيتر كونجي اذا عندك راه اختياري الكونت ليستوريك كونت دينار تاع 6 شهور الاخرين ولا 3 شهور الاخرين ورولوفي كونت دوفيز اي تقدر تزيد اي وثيقه تثبت الاملاك نتاعك. يعني وتزيد اي وثيقه تثبت الاملاك مثلا شهاده ملكيه تاع دار كراج عن كارت غريز كل حاجه. هادو بالنسبه لي سالاري. لي كوميرسون عندك ريجيست كوميرس دير له ترجمه اون فرونسي في زوج دير فوتوكوبي على الاوريجينال وتدي الاوريجينال تاع المترجم. عندك سيفا عندك لا ميزاجور عندك رولوفي كونت دو فيز و هيستوريك كونت بونكار دينار تاع الشهر الاخرين وتحط ثاني اي وثيقه تثبت الاملاك نتاعك. بالنسبه للطلبه الطلبه دير شهاده مدرسيه ولا بطاقة الطالب المهم دير اللتر غارونتي ديرها لك الوالد باللي راه يدعمك في 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 الفواياج نتاعك والملف تزيد على حساب الحالة نتاع الوالد. يعني إذا كوميرسو دير حاجة اللي كوميرسو إذا سالاري دير حاجة سالاري إذا في لا روتريت دير لا ديستاسيو دو بونسيو روتريت شهادة الحصول على معاش تعقد تاع 6 شهور الاخرين الكونت دينار وصاي. وبيان سور كندا تاني الفيش هادو الوراقي تزيد الفيش فاميليا يعني كنت مزوج ولا اعزب ولا اي حاجه وتاني الوثائق اللي مازالوا كيما الحجز الفندقي ولا البيرجمون. عندك تامين السفر عندك بيتي لاكس تقدر تزيد تاني ان بلون دو فواياج فاش راه تعقب الايامات نتاعك في كندا فيش فاميليا. هذا واش كاين في الدوسي للاسف ما وجدتش ورقه للدوسي ممكن نسيت حاجه. هذا واش دير الدوسي نتاعك مع الفورميلار وتطلع للسونتر فيا فاش ديبوزي لا دومون نتاعك. بالنسبه لكندا برك كندا راه ما يطولوا شويه في لا ريبونس ممكن هو بين راه بين 10 ايام و 15 يوم واش نوا في حالات قليله يردوا لهم في المده هذه راه سا ديبو شهر. يعني واذا تو اذا قالت لك الباسبور 65 يوم 70 يوم ما تتقلقش ما راه كاين والو راهم غير يطولوا من داك كندا. هذا واش كاين بالنسبه لكندا اي استفسار تقدروا تجاوبوا بها. الاخ ايبيك جي اس ام الاخ بالنسبه للامريكاني قلت لك تعمر فورميلار دي الشيء اللي عندك يعني ما راه قادر ما راهش يدوموندي عليك خلاص لا لا مي لا شيفر دافير لا لهم يحزن. امينه سيل في بري مون فرير بور فيزا سبورتيف كومو جو بي فير. بالنسبه لاي بلاد الاخت كندا ولا امريكا ولا على كل حال راهم نفس الـ نفس الـ قريب الـ الاجراءات راها غير تما ممكن امريكا تجي مش كومبليكي كيما كندا. مي الاخت درك فيزا سبورتيف ما فهمتش اسكو انت سبورتيف حابه دير فيزا توريستيك ولا راح دير فيزا سبورتيف ديريكت ولا ما درك سبورتيف راه على حساب واش راك راح دير. واذا بار اكزومبل راح تشارك في كومبيتيسيون في ليكيب نتاعك هي اللي دير لك. بالنسبه لي كوميرسو الاخ امريكا ما عليك غير شوف رولو في هادو لي بابي اللي راني نهضر لك عليهم مالغري قادر تكون بابي ناقص قادر نورمال ما تما راه راني قلت لك انترفيو هو اللي سقسيك لا علينا. رولو في كونت دينار دوفيز
هيستوريك كونت بونكار نتاع 3 شهور الاخرين ولا 6 ولا كيما تقدر دينار. عندك السيفا الشيفر دافير والميزاجور. عندك تدي معك فيش فاميليا وهذوك لي بابي بيان سور الفورميلار لا ريزرفاسيون دوتا. الله يحفظك اخي مشكور ربي يسترك الاخ بيلي. هذا واش كان الاخوه الافاضل بالنسبه للنهار تاع اليوم. عذرونا الفيديو هذا راك تشوف غير في لافان دو ترافاي. رانا على جالكم باسكو عندي شحال من اللي وعدت بالفيديو ما درتوش. اخويا تيبو كاراسكو انت مش تجيب فيزا برك، انت باسبور روج ما يجيبكش عندنا. راك طايح النخشين يا كاراسكو. ان شاء الله يا كاراسكو غير دير لنا ماتش برك يا صاحبي. راك تعرف علي ما كان والو. ان شاء الله نعاود نديروا لكم فيديو نزيدوا نشرحوا فيه مليح، وثاني نديروا لكم فيديو نشرحوا لكم فيه كيفاش تعمروا لي فورميلار دي 160 وكيفاش تحكموا الموعد بالنسبه لامريكا. ان شاء الله السمانه الجاي اذا كتب ربي السمانه الجاي نديروا لكم الفيديو مصور ان شاء الله الفورميلار والرونديفو. وبطبيعه الحال اللي يحب يدير لو سيرفيس معنا مرحبا به. نقدروا نديروا لك ريزرفاسيون دوتيل وفورميلار وفورميلار نعمروها لكم احنا ونديروا لكم ربي يوفقك صاحب. ان شاء الله ان شاء الله على الامه اجمعين. خويا كاراسكو هذه غيبه راك غبت علينا خلاص. ان شاء الله نعمروا له الفورميلار نديريجيوه كيفاش يدير لا دوموند نتاعو نعطيوه واش الاسئله ليسونسيال ديروا اللي علينا. وان شاء الله ان شاء الله اللي يعطوه فيزا مبروك عليه واللي ما يعطوش فيزا حد موفق في مره قادمه ان شاء الله. لا شرط طاحت. ان شاء الله بونجور ان شاء الله لي فان كاع والسلام عليكم وان شاء الله نتلاقاو في فيديو خلاف.